مشاهدينا السلام عليكم، كنتلاقاو معكم من جديد في هذا المباشر. كنا كنعرفوا الله يحفظ الجميع من مرض السرطان، والحمد لله هو ابتلاء من عند الله، الحمد لله على كل حال. لكن المشكل هو المصاريف الكثيره ديال هذا المرض. هاد السيده اللي معنا اليوم باقا شابه، يعني باقا صغيره، ولكن الحمد لله تصابت بهذا المرض، لكن العلاج طول بزاف والمصاريف كثيره بزاف. كنشوفوا الدموع في عينيها، لانه راه كنقولوا ما يحس بالمزود غير اللي فيه، لانه هاد المهم الله يشافيها. وحنا غنسمعوا القصه ديالها ان شاء الله من الاول. نتمنى من كاع الناس يبارطاجيو هاد اللايف باش ان شاء الله الرساله ديالها توصل للمحسنين وايضا الجهات المختصه. ارتاحي شويه غيكون خير. ياك اختي فاطمه الزهراء هضري، قولي سميتك كوني نتك. فاطمه جيتي من البداية، كيفاش عرفتي المرض؟ كيفاش جاك؟ ارتاحي. 2014 كثير الله. ارتاحي يا فاطمه الزهراء باش الناس يسمعوك، باش يسمعوا المعاناه ديالك. فاتي بما ارتاحيتي دوي الزوج ديالك. بما ارتاحيتي ضروري. ضروري باش تشرحي لينا. وي عفوا. السلام عليكم اسيدي. عليكم السلام. نعم اختي. عاودينا كيفاش وقع المرض، كيفاش عرفتو؟ اختي كان في كانت واحد العام في 2014، كان عندها واحد الوسيسة في الدزول، واحد ثلاثة. المهم من اكتشفنا ذاك المرض ديتها البوليكلينيك ديال المحمدية، مش زعما كيدير لها واحد يعالجوها وداك الشيء، ولكن ما ديك صراحه ما عالجوهاش ليا مزيان. ديك صراحه مني واحد الطبيب دار لها واحد العمليه وداك الشيء وما دارهاش لها مزيانه، كانوا طراو مشاكل غير في التدي ديالها. حتى واحد المره واحد بعدي جاك تخدم واحد الخدمه، واحد السيده الله يكثر خيرها الباترونه ديالنا، قلت لي نجيك صراحه شافتني كنبكي، قلت لي مالك فلان؟ قلت لي اختي، قلت لي راه المراه عندي راه كاين وهاكين. صيفطني انت عند واحد الطبيب، داك الطبيب مني شافها قال لي البزوله ديالي خاصها تحيد. وهاد الطبيب هذا قال لي انا ما كنبغيش البزوله تحيد ديال الانسانه، قال لك دابا ضروري خاصها تحيد، لان هذاك الشيء قلت المرض داعي عليه هنايا وداك الشيء، الله يجينا ونجي المسلمين. المهم دار الشيميو ودار هذاك الشيء ولات مزيانه. في 2020 اكتشفنا المرض عنده في الكبد وفي الريه وفي السلسول، لان كان جا شي حريق في الظهر. ما كملتش العلاج، ما كملتش الشيمي، درت غير ثلاثه الحصاص، درت غير واحد الشيميو حمر. واخا نعطيوها باش عاودي لنا اختي فاطمه الزهراء شنو وقع؟ عاودي فاطمه الزهراء من الاول شنو ضرك وشنو؟ كنت في 2014 لقيت اكتشفت عندي ولسيسة، ملي بقيت كنقلب على العلاج ما لقيتش، قال لي خصك ديري عملية تحيدي الولسيسة. انايا ما لقيتش الفلوس، مشيت للسبيطار ديال العادي ديال المخزن، قلت زعما فابور يعني غادي نتعالج. ملي مشيت لتما دار لي التحليلة بديك الشيرانك تقبل لي البزوله. ملي خرجت هذيك بقى المهم دايز داك الشيء سد، ما شنو دار سدو صافي. درت صافي قال لي التحليله خرجت ليا، صيفطوها للرباط قال لي عندك مزيانه حميده، هذيك الولسيسه ماشي كونسير. صافي جلست واحد السيمانه بقات الراس تاع البزوله كيدوز ليا بالدم، كنلقى في تريكويا الدم ما كنعرفش منين. مشيت عند واحد الطبيبه كنعرفها، قلت لها ملي كنعس الصباح كنلقى الدم وانا ما مجروحه ما والو، منين جاني في تريكويا كنلقاه. هذيك شكات وهي تقول لي عصرات البزوله هكا ويخرج من الراس ديالها الدم، مجهد الدم. وهي تقول لي رجعي عند الطبيب ديالك اللي دار لك الشوكه قوليها ليه.
ما بغاش تقول لي شنو هو، ولكن شك مهميه قالت لي ترجع للطبيب وغادي شنو. ملي رجعت عنده وكان عاطيني الصداع، رجعت عنده قال لي لا ما تخافيش عادي، ما قال ليش الحقيقه عادي، قال لي عطاني غادو لي بران قال لي. وانا بقيت غادي في هذيك مصطمه ليا الدم، ما بغاش يكون مراك. هما كثروا عليا الازاءات بزاف، ديري هادي ديري هادي، وانا ما عنديش المصاريف صافي حبس عام هكا. ما عرفش بلي سرطان. هو هذاك هو هذيك تقبل تقبلي الوسيسه وسدها خدمات لداخل بحال لي الوسيسه تقبها، يعني هذاك الميكروب اللي فيها تمشى في البزوله صافي. حتى لواحد الوقت الطبيبه تاعي داك الشيء قلت لها راه دار لي هذا الباترونات ديال راجلي، عطاتو دورت معاه قلت له سير ديها شوف. اللي مشيت البولي كلينيك المهم ما قال لي صرا عندك الولسيس، يعني داك الميكروب راه كول لك ولسيس بزاف. قال لي عندك ولسيسه غنديروا لها تحيدوها، نديروا لها عمليه نحيدوها ونديروا لها التحاليل. ملي حيدها ليا محلني بلا بلج بلا والو، حيدها لي حيدها لي. طبيب هذا فين كاين هذا؟ صافي. وهي راه ما عنديش غير وحده، هي راه كاينين بزاف، هو قال لي غير وحده صافي. ملي مشات التحليله لكازا ملي رجعت سرطان، قال لي راه عندك سرطان عندك ولسيسة دخل، يعني هو راه عارف وما قالش لي صافي. انا ما مشيتش عنده وباش نرجع عنده على هذاك العذاب اللي عذبني. راجلي قالها في الخدمة لهذيك المرا الله يكثر خيرها، عطات الفلوس وقالت له غنشوفوا معنا شي ناس، ديها لعند الطبيب ديال واحد اخر الفلوس ويقول لك شنو كاين. وهذا ملي مشينا عند طبيب اخر اختصاصي ملي قلبت تخلع قال لي لا عندك الوسيس بزاف، قال لي علاش ما حيدوش ليك ولا كون حيد البزول. قال لي راه مرتك دابا ملي حيد ديك الوسيس راه كمل عليك غير وحده. ومحمد اللي لا قرعه ديال الميكروب لا والو، بقاوتي نمشي عندهم تيعصروا ليا تيعصروا داك الزراق صافي. درت العمليه حيد ليا البزوله، ما كانش باغي يحيدها ولكن اضطر يحيدها لحقاش ماشي هو اللي فتح لي في اللون. ملي حيدتها بقيت مهم شي ناس الله يكثر خيرهم باش درت العمليه ودرت التحاليل، مصاريف كثيره الناس عاونوا الله يكثر خيرهم صافي. بقيت كندير درت الشيمي ثلاثه الحصات اللي درت بديتهم ما لقيتش باش نكمل. ملي دخلت على الطبيبه ديالي ديال الشيمي قلت ليها راه خاصني ندير نكمل الشيمي ديالي راني واقفه عليه ضروري. قالت لي ما ندير لك، قالت لي ما عندكش فلوس ما ندير لك. قلت ليها راني ضروري راه الا ما درتوش راه المرض غادي. قالت لي ما عندي ما ندير لك صافي. حبست انا جيت وسلمت امري لله صافي، حبست الحلاج بقيت كندير شويه الشوب. والمهم تنقول نكالمي راسي وصافي ولدها الله هي اللي تكون. بقيت وكاكت 2019 نض ليا الحريق في كتفي، انا صحابني غير البروده ولا شي حاجه. مشيت كندوز تيقولوا لي راه البرد دير الدواء ديال البرد تسع والو، وانا رجع الطبيب ديالي الله يكثر خيره دوز ليا فابور مسكين ما عارفني وعارف الحاله الصحيه ديالتي وداك الشيء. ملي قال لي دير لي واحد السكانير باش نعرف شنو داخل عندك اللي داير لك، بعت حوايجي بعت تلفازتي بعت كل شيء باش درت داك السكانير. راك عارف السكانير غالي. ملي درت السكانير هو يقول لي راه عندك السرطان اللي طاج في الكبده وفي الريه وفي السلسول هذاك الشيء دلع. قلت لي ضروري خصك الدواء خصك الشيمي خصك. و
واش نقول لك، انا حاجه وحده وحلت فيها في البزوله فين ثلاثه الحوايج كي غادي اليوم صافي. ناس الله يكثر خيرهم عطاو لي قسم الله كل واحد صافي درت داكشي، ولكن راه كثير بزاف اللي كيعتبر ما كيعاودش يعطي لك. راه اش غنقول لك، لا اله الا الله، مصاريف كثيره، مصاريف كثيره، هاد السرطان اللي يعطيه شي مسلم، راه بحر بحر، ماشي شي حاجه عاديه. صافي عندها علاج محدد، صافي غادي تقولي صافي سالي والو، انت كتقولي صافي سالي، انا قلت حتى صافي ساليت. شحال من عام دابا؟ 2019 في الاخر ديالو شهر 11. 6 سنين. كان راجلي كيديني ثلاثة المرات يجيب طاكسي كورسا كيديني حتى لكازا. 150 درهم.